تعالى كده نرجع على الكلام اللي احنا قلناه. المفروض ان احنا اتكلمنا او عملنا الفينال بتاع الكلاينت. انت المفروض تدرس العملاء بشكل كويس جدا جدا، تفهم طبيعة العميل من ناحية سيكولوجية العميل، الديموغرافيك بتاعه، طريقة العيشة بتاعته، او زي ما بنتقال اللايف سايكل بتاعه. الجزء بتاع السكن، انت بتورجت مين بالظبط؟ لازم تفهم بالظبط كل حاجة عن الكلاينت، نفسية الكلاينت نفسه، ايه الحاجات اللي بتأثر على الكلاينت بشكل عام. المفروض الكلاينت بتاعك تكون انت فاهم طريقة تعامله المادية، كل الاد فاليوز اللي انت بتقدمها واللي موجودة عند منافسيك في السوق اللي بتقدمها له، الحاجات الكماليات اللي هو محتاجها، والطرق اللي المفروض هو بيشتغل عليها علشان يسيرش على عقار، او يسيرش على وحده هو محتاج يشتريها. لازم تفهم الكلاينت اللي انت بتستهدفه، هل هو من مصر ولا من بره مصر، هل هو من الدوله اللي انت بتشتغل عليها ولا لا، هل الكلاينت ده عنده احتياجات نيدز وونتس مختلفين ولا لا، هل من ناحيه المنتج نفسه طبيعه الكوميونيكيشن ما بين المنتج نفسه وما بين الكلاينت نفسه، التغيرات في الارقام بتاعت السيزون لازم تكون فاهمها، هل الاوفرز اللي انت بتقدمها بتأثر في المبيعات ولا لا، هل الكلاينت ده لما بيشتري ايه الحاجات اللي محتاجه تكون في البرودكت وايه الحاجات اللي هو مش محتاجه تكون في البرودكت دوت، هل الكواليتي بتأثر معاه ولا لا وبتأثر على احتياجاته ولا لا، رؤيه الكلاينت ده للمستقبل عامله ازاي، هل هو شايف المستقبل، هل هو بينفست عشان قدام ولا بيشتري الاولاد ولا بيشتري حاجه ليه اسباب مختلفة، هل الكلاينت ده ليه يشتري منك ما يشتريش من المنافسين بتوعك، وليه ما بيشتريش منك، وايه المراحل اللي الكلاينت بيكون بياخد فيها قرار عدم الشراء والمراحل اللي مش بياخد فيها عدم الشراء، هل بيفرق معاه السعر، هل بيفرق معاه الوحدات اللي انت بتقدمها فيها تفاصيل هو محتاجها وتفاصيل مش محتاجها، هل في تفاصيل غير واضحه بالنسبه لك. الكوميونيكيشن ما بينك وما بين الماركتنج تيم والكوميونيكيشن ما بين السيلز تيم، هل متوافقه مع بعضها ولا عنده فيها مشكله. المفروض الشيت اللي اشتغلنا عليه بالتفاصيل بتاعه تفهم من كل النقط دي، وتعرف النقط دي بشكل محدد، وتعرف التفاصيل بتاعة العميل بتاعك وتبتدي تشتغل عليه. طب ايه الفرق ما بين الكلام اللي احنا اشتغلنا عليه والفرق ما بين الكاستمر بيهيفير والفرق ما بين البيرسونا او شغلك على اس تي بي والكلام ده كله؟ عايزك تفرق دايما ما بين الاوبجيكتيف اللي بتشتغل عليها والهدف من طريقة الشغل نفسها او المعلومة اللي انت محتاج توصل لها، وما بين المديول اللي بتطبق عليه. يعني مثلا انت ممكن تفهم الكلاينت بتاعك مش طريقه الباير بيرسونا، تفهمها بالمديول بتاع اس تي بي، تفهمها بالمديول بتاع كاستمر بيهيفير، تفهمها باي مديول تاني. المهم ان انت توصل بالاوبجيكتيف بتاعتك اللي انت عايزها توصل لها. طيب انت قبل ما تشتغل على الكاستمر اناليسيز لازم تكون عارف عندك موارد مختلفة، يعني تقدر تفهم من بتاع السيلز التفاصيل اللي بيشتغل بيها، تقدر تفهم من المانجر بتاعك التفاصيل اللي هو محتاجها، تقدر تعرف كل التفاصيل بتاعك الكلاينت من الاعلانات اللي بتشتغلها، الاوفرز، الداتا بتاعت الشهور اللي فاتت، كل دي حاجات لازم تكون عارفها. طب انت جمعت الانفورميشن بتاعتك وخلاص فهمت الكلام ده كله، هتعمل حاجة من الاتنين، هتعمل شيت خاص او فايل اللي احنا بنطبق عليه دلوقتي تجمع فيه الخلاصه بتاعت الكلاينت. انا عندي العملاء بتوعي من سن كذا لسن كذا، معظمهم بيحبوا الاقساط المتساويه، لا معظمهم بيحبوا الرفاهيه، معظمهم بيحبوا الاماكن تكون على وجهات بحري وجهات قبلي، ايا كان على حسب بقى التفاصيل تبتدي تجمعها، ومنها هتبني الايدنتيتي بتاعتك، طريقه الشغل. لازم يكون عندك
كل الفاريتي اللي الكلاينت بيكون محتاجها وبيطبق عليها. طب انت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتطبق الكلام ده على الشيت اللي احنا فهمناه وفهمنا الشرح بتاعه والتفاصيل بتاعته، وتبعته لي عشان نتناقش فيه وابتدي اعرف منك التفاصيل اللي انت لازم تكمل عليها، لا التفاصيل اللي محتاج تضيفها، لا البوينت اللي انت محتاج تفهمها بشكل اكتر عشان نتابع مع بعض وتبتدي تكمل في البروسيس اللي جاية بإذن الله.